اسمي إيميلي كونيج، أنا ولدت 9/12/1984 في فرنسا، أنا فرنسية. كيف وصلتي إلى أول منطقة في سوريا لدى داعش؟ أنا أشوف أب ابني إبراهيم اسمه أكسل، هو أنا أشوف عيونه في إنترنت، وبعدين نحن في الزواج يعني في سكايب أيضاً. بعدين أنا في الزواج معه، أنا أتى في سوريا مع باسبور أنا أول مرة، وأنا أتى مطار شارل دوغول في باريس، بعدين إسطنبول، بعد إسطنبول أنا نايم في إسطنبول، بعد إسطنبول الصبح نروح إلى الجازيانتيب، بعدين نروح إلى الكيليس، إلى الكيليس حدود باب السلامة، بعدين نروح عزاز في البيت. بعدين أنا أتى في كامب أول، أنا أسمع نسوان أنا أنتزل يعني أغراض يعني مشان كرتون يعني بطانيات سفنجات طعام كل شيء وجاكيت كل شيء، نسمع نسوان يعني يوجد ظلم يوجد درب يوجد كل شيء. أنا في كامب هول أول تحقيق ما عندي شيء، هو سؤال بس وصورة وهكذا يعني بس، والسؤال ممكن ساعة ساعتين لساعة بس. بعدين نحن ندخل في خيم، لا يوجد ظلم في كامب ولا هيك. بعدين أنا أدخل في غير كامب، أنا خوف كثير. قبل نذهب أنا أتصل أمي، أنا أقول لأمي أنا خوف، أنا أسمع يوجد ظلم، يوجد ما أعرف عرب بروستيتيوشن، يوجد كل شيء في كامب مع يابي جي وكل شيء، ولكن أنا في سجن معكم لا يوجد شيء، يعني نحن كل يوم يوجد طعام، يوجد شيء يفطر، شيء قهوة، طعام وحليب مشان أطفال، يوجد حفوضات، يوجد كل شيء. وتحقيق مع رفيقة ما عندي مشكلة، يعني عادي مثله في الشرطة في بلادي، يعني شو صعب يعني عادي، وبعدين عادي كل شيء، يعني سؤال أنا أحكي ولا يوجد مشكلة.